أماني عبد العزيز جولري، أول سؤال هسأله غير إنك هتحكي لي الحدوتة بدأت إزاي، إيه اللي يخلي التصميمات بتاعت أماني عبد العزيز مختلفة عن كذا وكذا 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 اللي كانوا موجودين قبل أو اللي ظهروا معاكي أو اللي وارد إنه يظهروا بعد شوية؟ اللي يخلي شغلي انا مختلف شويه الى حد ما ان انا ممكن ابقى ماشيه في شارع المعز في شارع الجماليه وتلاقيني طلعت ورقه وقلم وبرسم مشربيه، برسم شباك جامع. يعني الموتيف اللي انا لابساها دي انا واخداها ورسماها من شباك جامع مهدوم نصه في شارع زقاق كده في الجماليه او في الحسين، انت فاهمني ازاي؟ ده اللي بيلهم. لا طبعا الحته هي اللي بتلهمني او الشغل اللي موجود هناك بيلهمني. انا كل شغلي يعني باخده من التراث بتاعنا، اسلامي قبطي فرعوني، ممكن ادخل عليه شويه حداثه او اخليه مودرن شويه، بس ستيل ده اللي بيخليني ديفرنت مختلفه. يعني بدأتي بقى القصه دي امتى وازاي؟ هربت من شغلي بقى بعد 20 سنه برضه. كنت بتشتغلي ايه؟ في شركه اتصالات كبيره جدا وتايتل حلو جدا وفي قسم السيلز. وعلى فكره انا درست فن 5 سنين وخرجت من الكليه، اشتغلت دايركت شركه الاتصالات، عملت كارير كويس وتايتل كويس. بس جيت من حوالي 6 سنين بين يوم وليله خدت قرار ان انا مش هشتغل الشغل ده تاني، خلاص نقطه، وهبدا الشغل بتاعي. بدات انزل اخد كورس. بعد 20 سنه شغل معاهم؟ بعد 20 سنه سبت كل حاجه ومشيت ورا حلمي ان انا بدات اخد كورسز من الاول وانزل الحسين واقعد مع صنايعيه واروح لمراكز متخصصه في التعليم. ولسه لغايه دلوقتي طبعا المجال ده عمره ما بينتهي، يعني احنا لسه لغايه النهارده انا بتعلم الصاغه، بتعلم الطلا، بتعلم الشغل كتير جدا، يعني حرفي. انت عارف حضرتك الشغل الحرفي ما بيجيش عند نقطه ويقف. يعني في حاجات كمان مطليه ذهب و يس طبعا احنا شغلي كله بيطلي ذهب عيار 18 او بلاتين، يعني اعلى حاجه بقى اسمها ذهب قشره الجمل كان موجود زمان. وطبعا في حاجه الاستاذه شيرين لابساها ده ستايل تاني خالص، بندي له لون اوكسيدي بيدينا شويه الحاجه القديمه. انتوا بتستغلوا شيرين بقى؟ طبعا شيرين والله هي اللي مديانا الفرصه الحلوه دي.